أهلا وسهلا فيكم أعزائي في محاضرتنا اليوم أو اللقاء اليومي اللي إحنا عم نعمله معكم لمدة ساعة. حكون معكم محدثتكم منال، دكتورة منال. رح نحكي اليوم عن المخاوف اللي موجودة عندكم حول نمو أطفالكم. خليكم معنا، خلينا نشوف إيش المحاور تبعت اليوم، خلينا نعرف إحنا إيش الأشياء اللي رح نشتغل عليها. رح نحكي اليوم بشكل عام عن المحاور الرئيسية، كيف ممكن أنا أراقب نمو طفلي، كيف ممكن أعرف إنه هم أطفالي عم بتغير نموهم في خلال الوقت، وإذا كان الطفل فعلياً عم بحقق متطلبات النمو النموذجية لكل مرحلة عمرية في اللعب والتعلم أو التحدث والسلوك، كيف عم بتحرك، كيف عم بتصرف، هل الطفل عم بحقق التوقعات النمائية المطلوبة منه والمتوقعة منه في المرحلة العمرية أم لا. هاي الأمور كلها رح نحكي فيها. بعد ما بنرحب فيكم جميعا، بكم أهلا وسهلا فيكم ومشاركتكم معنا. رح ننتقل عن فكرة إنه شوي أعرفكم عن نفسي. منال معي دكتوراه في علم النفس التربوي، مدير عام لشركة الطفل العربي، بشتغل بمجال الاستشارات التربوية والتعليمية، دعم المعلمين ودعم أولياء الأمور في التعامل مع أولادهم وأطفالهم من جميع الأعمار المرحلة العمرية منذ الولادة لحد عمر 18 سنة. كيف ممكن أنك تتعامل معه، كيف تساعده يحط أهدافه، كيف ممكن أنت تشتغل مع الطفل، كيف ممكن تتعامل مع المشكلات السلوكية أو النمائية اللي تظهر في المراحل المبكرة من عمر الطفل. أول إشي طبعاً بنقدم شكرنا وتقديرنا لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، هي اللي ساعدت في إنه تظهر هاي وإنها توصل هاي المبادرة لجميعكم عشان تقدروا تشاركوا وتستفيدوا قدر الإمكان نسبة لأطفالكم. إن شاء الله رح يكون الويبينار اليوم مفتوح معنا للأسئلة، في عنا في آخر المجال عنا 20 دقيقة تقريباً رح نعطيكم فيها الأسئلة والاستفسارات، أي إشي أنتم محتاجين إنكم تسألوا عنه خلال حتى شرحي. فيكم إنكم تحطوا الكويشن تبعتكم وأسئلتكم في التشات أو في الكيو أند إي علشان أقدر أجاوب عليكم قدر الإمكان. الإشي الأساسي اللي ممكن إنه نحكي فيه واللي خلانا نكون موجودين اليوم مع بعض إنه في عنا مخاوف حول نمو أطفالنا. طب كيف أنا ممكن إني أحدد هاي المشكلة في نمو طفلي؟ عشان أقدر أحدد إيش المشكلة في نمو طفلي وكيف ممكن أنا أتعامل مع مشاكل النمو الموجودة عند طفلي، لازم يكون عندي فكرة عن الأشياء اللي بيستطيع طفلي إنه يعملها أو الأشياء اللي ما بيستطيع طفلي إنه يعملها حسب المرحلة العمرية اللي هو بمر فيها. رح أشتغل معكم اليوم على مثال، هذا المثال له علاقة في الأطفال في مرحلة العمرية بسنتين، لكن هاي المؤشرات أنا رح أطرحها بشكل عام. المؤشرات اللي رح نحكي فيها هلأ ممكن كلياتكم رح تجاوبوا على هاي الأسئلة اللي رح تنطرح أمامكم. لما نحط هاي الأسئلة في الشاشة أمامكم رح تشوفي أنت هاي المؤشرات، تشوفي إذا طفلك لسه أصغر من هذا العمر معناته أنا لسه في طفلي أمامه مجال إنه يطور هاي المهارة، إذا كان طفلك أكبر من هذا العمر وما عنده هاي المهارة يبقى طفلك عنده هاي المشكلة. عمر السنتين هو عمر فاصل في بعض المهارات وبعض الأمور اللي بتخلينا إحنا نحدد فعلياً إيش احتياج الطفل للتدخل وكيف ممكن إنكم أنتوا تقدموا له هاي المساعدة. فبالتالي عشان أعرف مشاكل النمو تبع طفلي، أول خطوة لابد إني أعرف معنى النمو، معنى معدل النمو تبع طفلي، إيش هو معدل النمو الطبيعي، كيف بدي أعرف إيش هو معدل النمو الطبيعي. فكرة إنك لابد إنك تتعرفي على خصائص النمو تبعت المرحلة العمرية اللي فيها طفلك. يعني الطفل في مرحلة العمر في الشهر مختلف عن الشهرين، مختلف عن الست أشهر، مختلف عن السنة، وأكيد كلكم كأمهات بتلاحظوا الاختلاف في حركات الطفل في تصرفه، إمتى نطق الكلمة الأولى، ليش ابني لسه لهلأ ما حكى هاي الكلمة.
هاي كلياتها الأمور تتحدد إنه بتقدر أحددها أنت، مش محتاجة حدا ثاني. على فكرة أنت كأم كأب أنتوا الأشخاص الأساسيين في حياة الطفل، وأنتوا القادرين إنكم أنتوا تلاحظوا وتشوفوا الاختلاف على طفلكم وتعرفوا أنا طفلي عنده مشكلة ولا أنا طفلي أموره كلها تمام. لما نشوف إحنا، طب ليش إحنا عم نحكي عن هذا الموضوع الآن وإيش أهمية الموضوع في الوقت الحالي؟ فعلياً لما أنا باجي بتطلع بفكرة إنه اللي حصل من تغيرات بسبب الظروف الحالية وبسبب الفيروس المنتشر الآن، اختلاف نمط التعليم اللي صار، اختلاف ظروف التنشئة، حتى أنتوا كوالدين أو أباء صرتوا تخرجوا من يعني كنتوا تخرجوا في قبل على الخارج على وظائفكم على عملكم، الآن عدد كبير منكم عم بيشتغل في البيت، وجودك في البيت وعملك في البيت ووجود الطفل في المنزل أيضاً وما عم بيروح لا على حضانة ولا على روضة، وكثير من المدارس والتعليم صارت أونلاين، هاي الظروف اللي نشأت بسبب COVID-19 كلها ظروف خلت إنه إحنا بحاجة بشكل أكبر، اختلاف النمط التربوي والتنشئة، حرمان الطفل من مواقف اجتماعية أو من مجالات نمائية كانت هي مهمة له بتساعده إنه هو ينضج وينمو بشكل أفضل. الخبرات اللي كان يتعرض لها اختلفت، هذا الاختلاف كامل خلى يصير في عنا إحنا concern حول أطفالنا. أنا في عندي مشكلة، أنا خايف، أنا قلق حول طفلي، أنا مو لاقي إنه طفلي عم بيمشي زي بقية الأطفال، أنا عم بشوف تصرفات على طفلي إنها عم تتغير بعد ما إحنا قعدنا في المنزل لفترات أطول. كان طفلي مثلاً إنه الحركة عنده صارت أقل، طفلي في حركات محددة ما اكتسبها، ما عم بيطلع على البارك، ما عم بيطلع يلعب، ما بيطلع في الحدائق رمي الكرة، لسه ما أخذ المهارة فيها. فكرة التواصل الاجتماعي، كثير من الأطفال تعرضوا في هذه الفترة لتأخر لغوي لأنه ما فيش نوع من التواصل الاجتماعي أو المفردات الجديدة اللي ممكن أنهم يكتسبوها. هاي التغييرات كلياتها، وإنتوا اللي أدرى فيها وإنتوا اللي عندكم فكرة أنه إنتوا اللي رح تشاركوني المشاكل اللي عم بتواجهوها هلأ، هاي كلياتها خلت فكرة أنه إحنا لابد أنه إحنا نعرف طيب أنا كيف أميز إمتى أنا محتاج التدخل لابني، كيف لمين أنا ألجأ، كيف بدي أتعامل مع هاي التغييرات اللي عم تطرأ عند ابني. كلياتها هاي الفرص اللي رح نحكي عنها اليوم. بداية خلينا إنه هوني رح نستوقف عندكم، إنه رح نتوقف وقفة، رح ينحط لكم هلأ مجموعة من الأسئلة. هاي كل الأسئلة عبارة عن مؤشرات نمائية للمرحلة العمرية، في مرحلة العمرية 2 لـ3 سنوات تقريبا، حاولت أعرف متوسط الأعمار اللي ممكن أنتوا هذا أو هي اللي بتعمل القلق في هاي المراحل العمرية إذا كان في مشكلة عند الطفل. في عندكم الأسئلة أمامكم، لو سمحتوا قوموا بالاختيار على السؤال إنه كل اختيار يا نعم أم لا، بس ما بدك أنتي تحتاجي إنك تحطي نقطة تانية. الفكرة الأولى، هل يهتم طفلك باللعب مع الأطفال الآخرين؟ يا نعم يا لا. السؤال الوراء، هل يحب طفلك تسلق الأشياء مثل صعود الدرج أو أي لعبة أو أي حتى فكرة الصوفة اللي محطوطة في الغرفة؟ هل بيستمتع طفلك بلعب لعبة الغميضة أو البيكابو؟ هل سبق لطفلك انه هو وهو قاعد يلعب تظهر انه هو بيحكي على التليفون او عم بيلعب مع دمية او عم بيعتني في دمية؟ هل الطفل بيستخدم السبابة، الاصبع هذا سبابة في الاشارة للاشياء اللي هو بده اياها، او لما يهتم بشيء او يشوف شيء جديد هل الطفل بيقوم بالاشارة؟ هل بنظر الطفل إليك في عين في العيون مباشرة أكثر من ثانية أو ثانيتين، يعني في نوع من التواصل البصري المستمر؟ هل يبدو على يبتسم طفلك استجابة لوجهك أو ابتسامتك؟ هل في عنده حساسية مفرطة للضوضاء مثل ممكن إنه يسد أذنيه لما يسمع صوت؟ هل بقلدك الطفل؟ حلو، كثير منكم في كان عم بجاوب نعم ولا نعم ولا، في ناس عندك انه استخدام الاشاره واستخدام السبابه نعم ولا 50% 50%. طيب بقيه الاطفال كان نعم نعم لا. هل يبدو على طفلك حساسيه مفرطه للضوضاء؟ لا. اوكي، هل يبتسم طفلك؟ نعم نعم. اوكي ممتاز. هاي الإجابات اللي أنتوا حضراتكم قدمتوها،
على الأسئلة هاي بتساعدنا نعرف فعلياً إحنا وين أطفالنا وهل أنا عندي مشكلة مع طفلي أو لا. هذه مؤشرات عامة. طب هاي المؤشرات العامة اللي إحنا بنحكي فيها وبنسألكم عنها إيش بتدل على إيش؟ وكيف أنت ممكن تعرفي إيش الجوانب اللي أنا لازم أركز عليها، خاصة إذا في أطفال إجاباتكم. أنا بعرف إنه في ممكن أطفالكم في عندهم أعمار أكبر من 24 شهر أو 25 شهر حسب الإجابات اللي ظهرت عندي. فالجوانب اللي يجب أني أنا كأم أو أب أني أركز عليها عند تعاملي مع الأطفال، وأني أنا لما أتابع نمو طفلي. طلع مراقبة ونمو الطفل معناها أني أنا بدي أقدم على الملاحظة، الملاحظة المستمرة في مواقف مختلفة. يعني لابد أنا كولي أمر أني أنا أجهز بيئة في داخل البيت أو في المنزل في المكان اللي أنا موجود فيه أو حتى في بيت الجد والجدة، أني أنا أقدم للأطفال فيها فرص وخبرات ألاحظ فيها كيف بده يتعامل معها، كيف بتواصل مع الأشخاص الغرباء لما يجوا على البيت عندنا. طيب لما بده يطلب احتياجاته اليومية أكل شرب مية، هل بيشاور، هل بطلب، هل بيحكي اللغة الأولى، هل بيحكي كلمة واحدة أما بيحكي كلمات أخرى، هل بيطلع أصوات مبهمة ولا أصوات واضحة. إيش المجالات اللي أنا بدي أركز عليها، إيش المجال اللي بيخليني أني أنا أحس أنه أنا لازم أروح لأخصائي أو أنا عند طفلي مشكلة. المجالات اللي إحنا ممكن أنه نركز عليها في عملنا مع الأطفال، والإشي اللي ممكن كلياتكم تروحوا وتسألوا نفسكم هاي الأسئلة وتحطوها أمامكم وتراقبوا أطفالكم على أساسها. اليوم خلينا نشوف أول إشي من الجوانب اللي إحنا بنركز عليها في المراحل العمرية اللي هي عنا. أول شيء الجانب الاجتماعي. إيش المقصود في الجانب الاجتماعي؟ طب الطفل هل هو الطفل كائن اجتماعي في مرحلة العمرية ما دون 4 سنوات؟ علمياً الطفل هو ليس بكائن اجتماعي في هاي المرحلة العمرية. الناحية الاجتماعية عند الطفل تتشكل وتتكون بشكل كبير وبمستمر، وبتصير هي المظاهر اللي أنا بقدر أحكم فيها إنه الطفل سليم أو عنده مشكلة بعد عمر 3 سنوات. طب إيش اللي أنا عم بطلبه منكم؟ ماشي، أنا حسب عمر طفلي. الطفل في الأول 3 سنوات في هاي المرحلة العمرية الجانب الاجتماعي تبعه بيكون من خلال عمليات التواصل البصري، التواصل الإيمائي، الإيحاءات، مثل قبل شوي في الأسئلة فكرة الابتسامات. الابتسامة عند الطفل تتشكل بناحية اجتماعية بعد عمر 3 أشهر. فإحنا يعني أول 3 أشهر من حياة الطفل الابتسامة اللي بيطلع لنا إياها بنقول عنها هي رد فعل عصبي. هذا الرد الفعل العصبي بيعطيني فكرة إنه مؤشر إنه أنا طفلي رح يكون عنده القدرة إنه هو يبتسم. من ناحية عصبية عنده العضلات الوجه شغالة، أعصاب الوجه شغالة، قادر إنه يعطي هذا رد الفعل اللي هو الرد الفعل العصبي أو الرفلكسنج اللي بتصير لما يكون الطفل في المرحلة العمرية أول 3 أشهر. بعد 3 أشهر الابتسامة بتصير ابتسامة اجتماعية. ما المقصود فيها إنها ابتسامة اجتماعية؟ معناته إنه أنا لما ببتسم للطفل الطفل ببتسم رد فعل إلي أنا، خاصة إنه طلعي في أمرات الأطفال بيبتسموا بس يسمعوا صوت الأم من بعيد، أو بس تحكي له اسم الأب بسمع اسم أو بسمع صوت الأب هو إنه قادم، أو إنه حدا دخل عليه الغرفة بتسمي بوشه بيبتسم لك الأشخاص المألوفة بالنسبة إله. هذا الجانب الاجتماعي ببلش من ناحية التواصل، الإيماءات، هاي الأشياء الأساسية اللي إحنا بدنا نشوفها عند الطفل. لما بيكبر على ناحية اللي عندك 8 أشهر اللي هو بنسميه فكرة التعلق والأتاتشمنت، هل الطفل بظهر علاقة إيجابية مع الوالدين ومقدمين الرعاية اللي بيعتينوا في الأطفال؟ يعني هل الطفل في عمر 8 أشهر بيبدي الانزعاج من الأشخاص الغرباء ولما حدا يجي بده ياخده منك، خاصة إذا بتروح توديه على حضانة أو روضة؟ هل الطفل بيصيبه حالة من الانزعاج والتشبث في الأم والتعلق في الأم أو مقدم الرعاية وما بده يروح للشخص الغريب؟ أنتوا بتنزعجوا ممكن منها كأولياء أمور إنه بدك ابنك يكون هذا النوع من التعلق، هذا جانب اجتماعي، بدل إنه أنا ابني الحمد لله عنده ناحية، ناحية اجتماعية سليم، عنده التوجه نحو بناء علاقات، فهو قادر يميز إنه أنا هذا الشخص موجود في حياتي
هو الكي بيرسون في الحياة عندي وهو الشخص الرئيسي والأساس اللي بيقدم لي الدعم، فأنا لازم إني أكون في علاقة متواصلة ورسمية معه. لما بتخلص من الجانب الاجتماعي تعالي نشوف من الجوانب اللي جدا مهمة واللي كتير فيكم بتشوفوا شوف حطيناها لحالها، التواصل. طلعنا من الجانب الاجتماعي وحكينا احنا بنركز في الجانب الاجتماعي على التواصل، بس هون انا بدي اركز على التواصل بشكل اكبر كمان. التواصل التواصل بدخل فيه فكرة الاستماع. هل الطفل لما بيخرج صوت في جنبه في مكانه بيميز الاصوات؟ بيقدر يميز الاصوات، بيقدر يستجيب للاصوات. لما بتنادي على اسمه بيقدر انه يلتف برأسه. احنا بنحكي عن الاطفال من مرحلة عمرية صغيرة. هل في المرحلة العمرية الأكبر هل الطفل بيستخدم كلمة أو كلمتين للتعبير عن الاحتياج الخاص به؟ هل ممكن إنه هو يجي يشدك أو يأشر لك أو يربت عليك أو يعطيك أي إشارة إنه أنا محتاج مساعدة؟ هل ممكن إنه هو بنرجع بنركز عليها فكرة الإشارة إلى الأشياء؟ لما بده مية ممكن إنه يشاور على المية بعمر 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر بيشاور على الإشي اللي بده إياه عمر سنة. هل هو ممكن إنه يشاور على الشخص للثمن أشهر وتسع أشهر؟ تقدري تلعبي معاه لعبة أعضاء الوجه، تفاصيل الوجه، إنه أين العينين، الأنف، الأذن، الفم، أسنانك، اللسان، ويأشر على الأعضاء ويرجع يقول وين عينه، إنه يحط هذا كله. تواصل، التحدث، الاستماع، الإشارة، الإيماء، التواصل، البادي لانجويج تبعت الطفل هذه مهمة جداً. بالتفات بيعطي بصره، بيعطي ناحية الإشي اللي عم يحكي معاه، بيرتفع بصره، بيروح بالحق. شوف التواصل، احنا بنشوف انه هل هو بالحق، شوف في طبيعة البشر، هل بالحق هذا في الفحص الأول اللي بتروحوا فيه لأولياء الدكتور بيصير يفحص الطفل انه هل هو ممكن انه ناحية العصبية، هل هو بالحق الإشارة اللي ممكن انه توجهي له إياها إذا حطيتي ضوء جديد أمامه، هل بيعطي استجابة لهذا الضوء، هل حساسيته للضوء مفرطة، هل حساسيته للأصوات مفرطة، كيف بلش يحكي، كيف بلش يتحرك، اللي هو لو إجينا عليه الجانب الحركي. الجانب الحركي مؤشر جدا مهم في نمو الطفل وإمتى أنا أقلق على طفلي. أول ما بنولد الطفل بناخذ الأطفال بعد أسبوع من الولادة وبيتم زيارة طبيب الأطفال. طبيب الأطفال بيقوم بالفحص الطبي للطفل من خلال أنه هو رح يفحص لك طفلك من ناحية الأعصاب اللي هو ردود الفعل العصبية اللي مزود فيها الإنسان، عشان هي اللي بتخليه يقدر أنه survive، أنه هو يعني أنه يستمر في الحياة وأنه يواجه كل الأشياء اللي عم بتواجهه في الحياة. طب إيش الإشي اللي هو عم بيقدمه الطفل في هاي المرحلة؟ من ناحية الحركية رد الفعل القبض، هل بقفل الإيد على لما تمسكه، هل بتشبث في أشيائك لما تحاول إنك ردة الفعل للوقوع، ردة الفعل ناحية العصبية لما بنخبط على ركبة الطفل هل بفردها هل بكمشها، عندك منعكس المشي إنه هل هو لما توقف الطفل بفرد كل أصابع رجله ومشط القدم بترفع بطريقة إنه هو زي اللي بده متهيئ للقفز، هل بيستطيع انه هو يلتفت الالتفاتة المص علشان يقدر انه هو يرضع. هاي مؤشرات عصبية كلها لها دخل في الجانب الحركي. هذه المؤشرات العصبية بتدل على فكرة سلامة الدماغ عند الطفل وانه الطفل لا سمح الله ما عنده اي مشكلة عقلية او ذهنية، لا يعاني من اي مشاكل او اعاقات ذهنية او عقلية. هاي الجوانب في الجانب الحركي في المرحلة الأولى في أول 12 شهر إحنا بتم مراقبتها وبتم إنه معرفة فعلياً إنه الطفل هي فعلياً ردود فعله موجودة العصبية في الأعصاب سليمة. بعدين بنصير نراقب، طلعوا أنتم كأهل وكأولياء أمور أكتر إشي بتقدروا إنكم تلاحظوا في نمو طفلكم الجانب الجسدي والجانب الحركي، الطول، الوزن، محيط الرأس، حركة الطفل، امتى الطفل استطاع انه يقعد، امتى الطفل استطاع انه يمشي، هل الطفل بتحرك، هل الطفل بيحبي، هل الطفل جلس لحاله، هل استطاع انه يقوم يوقف لحاله، وقع بس رجع يقدر يوقف لحاله، هل بيوقف على الزوايا والاركان في البيت او الصنوفة في البيت. الجانب الحركي، القبض على الاشياء، هل في عمر 8 اشهر الطفل بمسك
بسكوته او بمسك قطعه تفاح او الاكل اللي بتعطيه اللين اللي ممكن انه ياكله الاشياء الخاصه فيه، هل بمسكها وبحطها في تمه وببلش ياكل لحاله؟ هل بقدر يقبض عليها؟ هل بسحب منك المعلقه وانت بتحاولي انك تطعميه؟ هل عمر سنتين على السنه ونص الطفل بمسك المعلقه وبده ياكل لحاله وبيستطيع انه يوصلها لتمه؟ هل بمسك على القلم او الاشياء اللي بتعطي اياها او الالوان وبصير يلعب فيها؟ بمسك الالعاب تبعته وبحاول يركبها في بعض اذا كانت مكعبات او ليجو؟ الفاين موتورز او المعجون البليدو اللي بده يلعب فيه، الفاين موتورز كتير اشي اساسي اللي هي العضلات الدقيقة. هل الطفل بيستطيع يمسك الاشياء؟ هل بيستطيع يفرد المعجون؟ هل بيعجن الاشياء؟ هل بيلعب بالالوان؟ هل بيلون؟ هاي الجانب الحركي بدلنا القفز تبع الطفل، التوازن تبع الطفل، هل استطاع يرمي الكرة، بلتقط الكرة. الجانب الحركي كتير بيعطيني مؤشر على الجانب المعرفي الإدراكي العقلي. إذا أنتم ملاحظين أنا مو حاطة لكم في الجوانب الأساسية أنك ركزي على الجانب العقلي، لكن الجانب الحركي هو المؤشر الأكبر. هل هو الجانب العقلي للطفل والمعرفي الكوجنيتيف ديفلوبمنت، هل هو سليم عند الطفل قادرين أنك أنت تشتغلي مع الطفل على أساسه ولا لا؟ نطلع من الجانب الحركي والتواصل حكينا، نيجي في عنا جانبين إذا أنتم ملاحظين، الرعاية الذاتية والتوجيه الذاتي. إنت الرعاية الذاتية أو إيش المقصود في الرعاية الذاتية؟ الرعاية الذاتية بتبدأ عند الأطفال من سنة ونص، خلينا نحكي لسنتين، اللي هو عمر الاستقلالية أو عمر أنا أستطيع عند إريكسون. عندك الرعاية الذاتية إنه هل الطفل بيستطيع إنه هو يغسل إيديه؟ هل بيعتني بنظافته؟ هل بفهم عليك إني أنا هلأ موعد الاستحمام، موعد النظافة؟ هل هو مثلاً بيعتني بنظافة الطعام تبعته والأكل تبعه وكيف يحط اللانش بوكس ويأكل، كيف بيأكل؟ هل بلاحظ إنه هو مثلاً وسخ أواعي وإنه نزلت أشياء على أواعي ولا ما بلاحظ هذا الإشي؟ المهارات الرعاية الذاتية برضو لما بنحكي على عمر السنتين، سنة ونص سنتين، تعليم الطفل النظافة الذاتية ودخول الحمام أو المرحاض بنفسه، وإنك تقدر إنك تبدأ تنظفيه، إنه هو يخلع البامبرز وإنه هو يلبس. هاي الرعاية الذاتية، هاي المهارات جداً أساسية بفكرة إنه هل الطفل عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة، هل أنا طفلي قادر إنه يقوم بهاي الأشياء وبيقدر إنه ياهو بيهتم فيها ولا لا. التوجيه الذاتي له كتير أساسي بفكرة السلوكيات. كتير منا بيقول لك أنا ابني مثلاً بضرب الأطفال الآخرين، بعض الأطفال الآخرين، عنده عنف تجاه الأطفال الآخرين، لما بنروح مكان أو لما بغضب أو لما بصير إنه يكسر الأشياء اللي في البيت، ممكن طفلي إنه هو يضرب رأسه في الأرض، طفلي ممكن إنه هو ما يميز إنه هاي الأشياء إله ولا مش إله، ما بقدر يميز إحنا وين في المكان، إنه في حدودنا وين التوقعات النمائية تبعتنا أو التوقعات والحدود تبعت التعامل والأشياء اللي ما مسموحة والأشياء الغير مسموحة والصح والغلط. التوجيه الذاتي، التوجيه الذاتي بيظهر وبيبين عند الطفل أو اللي هو السلف كنترول، الضبط الذاتي، بيبدأ من عمر سنتين، اللي هو بنسميه الإشباع أو تأجيل الإشباع. بقدر إني أنا أضبط نفسي علشان أنا ما أوصل لمرحلة اللي هي فكرة إني أنا خليني أحكي فكرة إنه كل إشي بدي إياه هلأ 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 هلأ. لا، أنا بقدر أحكي مع الطفل، بقدر أعمل معاه محادثة، وهي المحادثة بتخليه يقدر إنه هو يأجل الإشي اللي بده إياه ويعطيني. من عمر سنتين قادر الطفل يعطي هذا التوجيه الذاتي. فإذا كان الطفل عنده مشكلة في التوجيه الذاتي والضبط الذاتي، وإنه هو كل إشي بده إياه هلأ وكل إشي موجود وكل إشي عياط وصراخ وبكاء وما في حدود، مو قادر يعرف إيش هي الحدود اللي هو موجود فيها وقواعد المكان اللي هو موجود فيه، هاي برضو مؤشرات إنه ممكن إنها تدل في مشاكل عند الطفل. إذن هاي الجوانب الرئيسية اللي أنت كولي أمر لابد إنك أنت تركز عليها في تعاملك مع الطفل ومراقبتك للطفل، علشان تعرف أنا هل طفلي عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة، وين مشكلة طفلي في أي جانب، عشان أعرف إيش الدور الأساسي اللي أنا لازم أشتغل عليه على الطفل. السؤال اللي ممكن إني أوجه لكم يا طب
لاحظنا الطفل، تابعنا الطفل، عرفنا وين المشاكل اللي موجودة أو الجوانب اللي موجودة عند الطفل فيها مشاكل. مثلاً خليني أجي أحكي، راقبت طفلي وجدت إنه طفلي لا يحقق في المرحلة العمرية اللي هو فيها، إنه لا يحقق المتطلبات النمائية لفكرة التواصل. متى يمكن إني أنا أسعى إني أعمل تقييم نمائي شمولي لطفلي من قبل مختص؟ إمتى ألجأ لهذا المختص؟ وإمتى أنا ممكن أحكي إنه أنا هذا المخوف اللي عندي إنه هو فعلياً رح يكون في مشكلة أكبر عند الطفل ولازم إني أنا أتدخل؟ دائماً بنحكي عندك كل ما كان الموضوع في مرحلة مبكرة، كل ما قدرنا نساعد الطفل إنه هو يوصل للتوقعات النمائية المطلوبة منه في المرحلة العمرية بشكل أسرع. كل ما تأخرنا كل ما سببت مشاكل أكثر وصارت تيجي، لأنه النمو تبع الطفل نمو شمولي كلي متداخل، شفتوا الجوانب كلها بتأثر على بعض. فالطفل اللي ما عنده توجيه ذاتي رح يكون عنده الاستقلالية والاعتماد على الذات أقل، رح يكون عنده الرعاية والعناية الذاتية بنفسه أقل، رح يكون عنده مشكلة في التواصل، رح يكون عنده مشكلة اجتماعية لأنه مو قادر يعرف الليميتيشن تبعته والحدود اللي هو موجود فيها. هاي الأمور كلياتها بتتداخل مع بعض. فأنا دائماً لما أشوف أي علامات مش موجودة عند الطفل دائماً بحكي، أنا بنصيحتي رح تكون لأولياء الأمور قبل ما تروحي على المختص أعطي نفسك فرصة إنك تجلسي مع طفلك في جلسات نوعية تشتغلي فيها مع الطفل على أكتيفيتي، رح أعطيكم أفكار في نهاية الويبينار اليوم، تشتغلي فيها مع الطفل على الأشياء اللي أنت حسيتي إنها مو موجودة عند طفلك. بعديها إذا ما تقدم الطفل ممكن إنك أنت تروحي تاخدي استشارة. أول خطوة بنعملها لازم، أول خطوة دائماً في التعامل مع الأطفال إذا كنت أنت حاسة في مشكلة قبل ما تروحي للمختصين النفسيين والمرشدين والمعالجين، روحي لدكتور الطفل، الطبيب الخاص بالطفل، طبيبه، الطبيب العادي اللي بتروحي له، طبيب الأطفال. ليش طبيب الأطفال؟ لأنه إحنا دائماً إذا إجيتي عندي أنا رح أحكي لك ممكن إنك تروحي تعملي تشييك طبي كامل، فحص طبي كامل للطفل من ناحية جسدية إنه أموره كلها تمام. إذا كانت الأمور كلياتها تمام عند الطفل من ناحية جسدية إحنا بنبدأ نشتغل مع الطفل، لأنه ممكن الأشياء اللي تكون مسببة التأخر النمائي عند الطفل وتكون مسببة هاي المشاكل إنه هو مو قادر يحقق نفس الأشياء اللي يحققها الأطفال الآخرين، مشاكل بسيطة ممكن تكون طبياً بعلاجات إنها ممكن إنك أنت تخلصي مع الطفل على أساسها ويرجع الطفل لنمو. فأول خطوة دائماً بدك تاخدي تقرير من طبيب الطفل إنه هو من ناحية جسدية بكل المؤشرات الموجودة عنده إنه هو طبيعي وسليم ما عنده أي مشكلة. نمو الطفل، علشان أقدر أنا أعرف نمو الطفل خلينا نشوف التشارت اللي أمامنا هذا ونفهم إيش نمو أطفالنا عشان نقدر إحنا ننتقل فيها لشيء تاني. نمو الطفل، إيش المقصود في نمو الطفل؟ إني أنا بدي ألاحظ تغيير ونضج بتغير بشكل مستمر، بحدث على شكل مستمر مع الأطفال حتى لا يتوقف إلا في توقف الإنسان. هاي فكرة النمو عند الأطفال. طب إذا أنا بدي أنتقل من فكرة نمو الطفل بيبدأ حكينا من الطفولة من الولادة بيستمر حتى سن الرشد، هذا الأشياء تنقسم المراحل تبعت عشان نعرف خصائص نمو طفلنا وهل هو بلبي التوقعات النمائية ولا ما بلبي التوقعات النمائية، وأعرف إمتى أنا أروح للأخصائي. لازم أعرف تقسيم الأطفال وإيش الأشياء اللي ممكن نشوفه في عندك مراحل الطفولة مقسمة. إحنا هون عم بنركز على المراحل دائماً لما بنحكي إنه مخاوف في نمو الطفل. أكثر المراحل اللي بيظهر فيها هاي المخاوف والتدخل فيها جداً مهم اللي هي مرحلة الطفولة المبكرة. طب إيش المقصود في مرحلة الطفولة المبكرة؟ هي المرحلة اللي بتمتد من الولادة لحد عمر 5 سنوات أو 6 سنوات، بتتقسم لثلاث أقسام. الأطفال الرضع الإنفنت اللي هم الولادة لحد سنة، هدول الانفنت خصائصهم النمائية مختلفة عن الخصائص النمائية للأطفال من عمر السنة للسنتين أو للثلاث سنين اللي بنسميهم التودلر. التودلر اللي هم الدارجين اللي بلشوا يتحركوا، هدول بنسميهم التودلر. البري سكول اللي هي مرحلة ما قبل المدرسة من 3 to 6، اللي هاي الأطفال في هاي المرحلة خصائصهم برضو بتبدأ في التقدم، بتكون متطورة مختلفة. هاي
التصنيفات طبعاً بتختلف من مكان لمكان، تختلف خصائص الأطفال فيها من منطقة لمنطقة، عشان هيك إحنا دائماً بنحكي إنه إحنا بنطلع على خصائص الأطفال، لازم ندرس الخصائص اللي هي قريبة في المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، لأنه البيئة تعد مؤثر كبير من العوامل اللي بتعمل التغيير في نمو الأطفال. البيئة، العوامل اللي بتأثر على نمو طفلي وبتخلي عندي مشاكل فكرة اللي هو ممكن أسباب وراثية، أسباب جينية، أسباب ممكن ما تظهر بشكل مبكر لكن كانت مؤشراتها موجودة وإحنا ما نشوفها، هاي كلياتها الأشياء اللي تظهر عندك. هذا معدل النمو، شايفين إحنا لما حكينا عن النمو عندنا إحنا إشي اسمه بنسميه معدل نمو طبيعي. معدل النمو معناته كيف عم ينمو الطفل، كيف عم بتغير بشكل كبير. هذا المعدل النمو بيختلف طفلي لطفلك، بيختلف عن طفلي الأول عن طفلي الثاني، بيختلف من الذكر للأنثى، بيختلف حسب جنس المولود، بيختلف حسب ترتيب المولود في الأسرة، بيختلف حسب البيئة اللي موجود فيها الطفل، بيختلف حسب الوضع الاقتصادي للأسرة، الوضع الاجتماعي للأسرة، هل الأسرة بتعاني من مشكلات تفكك أسري، هل هي أسرة مترابطة، بتأثر على نمو الطفل. كل هاي الأمور بتأثر على الطفل، وكمان العوامل النمائية والولادة أثناء الولادة، عملية الولادة، المشاكل اللي ممكن يمر فيها الطفل، هاي كلها بتسبب لي مشاكل لطفلي. أنا ممكن إمتى أحط إنه أنا لازم أتابع طفلي بشكل أكثر؟ مثلاً إذا تعرض الطفل أثناء الولادة لفكرة إنه هو تم سحب الطفل، أو إذا تعرض لفكرة إنه نقص أكسجين وتم وضعه في الخداج، هاي كلها عوامل بتأثر على نمو الطفل ومعدل نمو الطفل، فهو ممكن يكون زي أقرانه وممكن يكون أقل منهم. هذه العوامل اللي بتأثر على نمو الطفل هي اللي بتخليني أنا أشوف الاختلاف بين الأطفال. فدائماً دائماً ما تقارني طفلك بالأطفال الآخرين، دائماً خلي عندك معايير ترجعي لها أثناء نظرك للطفل ومراقبة الطفل. في عنا إشي اسمه معايير النمائية، لو دخلتي على أي موقع في أي في الإنترنت وبحثتي عن المعايير النمائية أو الخصائص النمائية للمرحلة العمرية اللي فيها طفلك، رح تلاقيها في جوانب الخمسة المتعددة اللي حكينا فيها، منها إنك أنت بتصير تتبعيها وتعرفي إيش الأشياء. مثل عندك هي المعايير النمائية عشان إنه نعطيكم فكرة عنها، معالم النمو أو المعايير اللي مفروض إنها تتوفر عند الأطفال في المراحل العمرية المبكرة. عندنا مثلا في المرحلة من الولادة حتى 12 شهر اللي هي السنة اللي حكينا عنها، مثلا عندك الطفل من خصائصه إنه هو بينام معظم الوقت، فأنا ما بقلق، لكن لو كان طفلي عمره سنتين وبينام معظم الوقت 80% من وقته نائم، يبقى الطفل في عنده كسل أو مشكلة خمول في الأعضاء، في الإدراك، في مشكلة أخرى، المص والشفط، لأنه هو هذه الوسيلة لأنه هو يأكل ويكبر. تعبيره عن احتياجاته بتكون من خلال البكاء، كلكم تعرفوا الأطفال في هاي المرحلة هم بيعبروا عن الاحتياجات تبعتهم من خلال البكاء، لكن الطفل في عمر السنة ونص سنتين أنا بتوقع من الطفل إنه هو يستخدم الإشارة والإيماء والكلمات عشان يعبر عن احتياجاته. فإذا استمر الطفل في التعبير عن احتياجاته من خلال البكاء كردة فعل، فأنا هون بالنسبة إلي عندي إياها مشكلة. وضع الأيدي قريبة من العينين والفم، بيلعبوا الأطفال في الأربع أسابيع، طلعي بيقدر إنه يحرك رأسه، بيقدر إنه يتبع الأشياء زي ما حكينا قبل شوية، بيستجيب للضوضاء إنه من خلال الخوف أو البكاء أو الهدوء. إذا الطفل ما استجاب نهائياً لأي إشي من هاي الضوضاء اللي موجودة حوالينا، لا للضوء ولا للصوت ولا للأشياء اللي حواليه، هذا بيأشر إنه في مشكلة في السنسوري السيستم، عندك النظام الحسي عند الطفل في عنده مشكلة. بيركز على الوجه فهو بيستطيع إنه يرى، إحنا هون عشان نكتشف إيش المشاكل الموجودة عند الطفل. مرات الأطفال بيعطونا حساسية زائدة، يعني أحد الأطفال كنا نشتغل معاه في عمر 6 أشهر، الطفلة أبدت حساسية عالية جدا للإضاءة والضوء، وما كانت تقدر تخرج في الشمس، كانت الحساسية مفرطة بحيث إنه ما يقدر يطلع فيها، لدرجة إنه على عمر 8 أشهر تم حط وضع نظارة شمسية للطفلة عشان يقدروا بس يخرجوا فيها من المنزل. هاي الحساسية المفرطة للإضاءة
كانت إنه هي مؤشر لأشياء تانية عند الطفلة، لنوع الأشياء من النظام الحسي عندها مختلف عن بقية الأطفال، فهو بده تعاون وبدك تعويد على الأشياء علشان تقدر هي تستمر وتكون منخرطة مع الأطفال الآخرين. الأشياء كيف ممكن إنه هو يشوف الأشياء، كيف بيحدق في الأشياء، كيف ممكن إنك تبدأ في الابتسام زي ما حكينا 6 أسابيع، كيف وضعيته في النوم على 3 أشهر، كيف ممكن إيش الأشياء اللي مطلوبة منه. شايفين في كل عمر قديش في أشياء توقعات، هاي هي التوقعات النمائية. هلأ هاي الأشياء لما نيجي نحكي إنه على 3 أشهر إنه الطفل بتتبع جسم أمام وجهه من جانب إلى آخر، بيراقب الوجوه، يبتسم عند سماع صوت من يرى، يبدأ في إصدار أصوات تشبه الكلام على 3 أشهر، المناغة والمكاغة والهديل، هاي الأصوات اللي بيطلعها وبصير يطلع أصوات مثل دابا، هاي الأصوات اللي بتطلع في 3 أشهر هي بتدلني إنه في سلامة جهاز النطق عند الطفل وإنه في عنده قدرة إنه ينطق. إذا طول فيها الطفل يبقى في دليل على مشكلة أخرى في ناحية النطق. هاي المشاكل هون عندك لما تيجي تحكي إنه 3 أشهر، طيب هل إنه أنا لازم على 3 أشهر أكون محقق هاي الأشياء كلها؟ باجي بحكي إنه في فروق فردية ما بين الأطفال واختلافات. كل طفل عالم قائم بذاته، كل طفل فريد من نوعه. فعشان هيك إحنا لما بنحط هاي المعايير بنيجي بنحكي لك المعايير هاي تحتمل نقصان وزيادة في الوقت، يعني ممكن إنك تعطيها minus 2 plus 2 في المرحلة الأولى. أول سنة بنحكي minus 2 weeks اللي هو أسبوعين، أقل من أسبوعين، يعني ممكن إنه يحقق هاي الأشياء وعمره أقل من 3 أشهر بأسبوعين، أو وعمره 3 أشهر وأسبوعين. هدولي بهاي الطريقة إحنا بنقيس المشكلة. فأنا ما بقيس 3 أشهر بالضبط، أنا ابني ما حكى ما طلع أصواتي بقى مشكلة، لا أنا بصبر ممكن على 4 أشهر، بس إذا صار 4 أشهر ولا من 6 أشهر من 5 أشهر لست أشهر وما طلع هاي الأصوات، لأنه أنا بعد هون إنه بيصير عندك يطلع أصوات ويثرثر، بيطلع أشياء، بيحاول إنه يطلع يصرخ بفرح، يعطي تعبيرات مع الأصوات اللي بيطلعها. فإذا هو هوني ما أصدر الأصوات أنا بصبر عليه لحد اللي هو بلس ماينس. دائماً البلس ماينس هي اللي بتخليني أنا أعطي فرصة عشان أعرف إمتى أنا أروح. فمرات كتير بتيجينا الأم بنقولها معلش ممكن إنك تعطي حالك مجال 2 شهر كمان تشتغلي على 1، 2، 3 مع الطفل، تعملي هاي الأكتيفيتي معاه، وبعدين إحنا نقدم الفرص الثانية للأطفال عشان نرجع نعمل له التقييم الثاني. نفس الإشي في عمر 7 أشهر و9 أشهر، مثلاً بال9 أشهر مثلاً إنه رح ينهض وضعية الجلوس من وضعية الانبطاح، بيكون هو نايم متمدد وبقدر إنه يقوم يجلس لحاله، بصير يحكي ماما وبابا بشكل عشوائي. على 18 شهر بصير يمشي بشكل جيد، يمكن صعود الدرج بالاستعانة مع التمسك مع حدا، شوفي المهارات الحركية بالجانب الحركي اللي كنا نحكي عنه. لكن كمان تطلعي إيش الأشياء، بتقلب بالكتاب، بكون برج من 4 مكعبات، برسم خطوط عمودية أو من ناحية شخبطة أو خربشة، بتكون بيأكل لحاله، العناية الذاتية والرعاية الذاتية، بقدر إنه هو يعمل الثريدينج الخيوط واللضم الأشياء اللي هي كبيرة الحجم. هاي الأمور كلياتها طلعي كيف بتتطور عند الطفل. لما بنيجي عند الطفل في المرحلة العمرية اللي هو 2.5 سنين مثلاً، إنه هو الرسومات العشوائية اللي كانت عنده في عمر 18 شهر في 2.5 سنين بتصير ممكن إنه هو يشكل نمط دوائر ومنحنيات اللي هي بتأهله لعملية الكتابة. الفاين موترز عند الأطفال من الأشياء الأساسية اللي بنشتغل عليها. هاي المعالم اللي إحنا شايفينها مثلاً لو إجينا اطلعنا من 3 سنوات ل6 سنوات إيش الأشياء التوقعات النمائية اللي خليني أنا أعرف هل طفلي إنه هو فعلياً عنده مشكلة ولا لأ. مثلاً عمر 3 سنوات إذا الطفل كان بخبط في كل إشي بيمشي فيه، إذا بضل يوقع، إذا مشيته ما فيها نوع من التوازن، على عمر 3 سنوات هذا مؤشر مش منيح، لأنه ممكن إنه إحنا نحكي إنه في إشي في العقل اللي هو بيكون فيه عندك نقص في الإدراك المكاني، فالطفل ما بيقدر يعرف وين هو بحط رجله، ما عنده معرفة، فبضله يوقع،
بضل يتعرقل يعني بشوف الكرسي وبيكمل مشي وبخبط بالكرسي. هون معناه ما في إدراك للمكان للمساحات، فأنا بدي أشتغل على هذا الجانب وأعززه. فشايف الحركة كيف بتربط مع فكرة العقل والمجالات العقلية عند الطفل. مثلاً في 4 سنوات الطفل بيقفز على قدم واحدة، ممكن إنه يرتدي ملابسه بنفسه بشكل كامل متكامل بشكل جيد، بيعتني بنفسه من ناحية غسل الإيدين والوجه وكل محتاجه، عمليات النظافة، الرسم بصير يقدر يرسم بشكل مفصل أكثر. قبل في 4 سنوات بيرتدي الملابس، في عمر 5 سنوات الارتداء والخلع، صار عندك مهارة متقدمة. هاي المهارات كلياتها عند الأطفال هي اللي بتخلينا إنه إحنا نعرف هل هو ممكن إنه إحنا طفلنا كيف ممكن إنه نتعامل معه، إيش الأشياء اللي بدنا نقدم له إياها، كيف ممكن أنا أعرف إذا طفلي عنده مشكلة ولا لا، هل أنا بدي أروح لشخص ولا لا ثاني. السؤال اللي أمامنا عشان إحنا نقدر نجاوب عليه، شكراً الجميع جاوب حط إنه لا، هل تعتقد بأنه كل تأخر نمائي أو لغوي لدى الطفل يعني بأن الطفل لديه توحد؟ ليش حطينا هذا السؤال؟ شكراً لكم لإجاباتكم. لساتنا عم ناخد في 2 من 4 جاوبوا. طيب خليكم يا كمان. الفكرة الرئيسية إنه إحنا المشكلة اللي بنعاني منها كأولياء أمور، خلينا نحكي بشكل بسيط، والمخاوف اللي موجودة عندنا خاصة في الوضع الحالي هلأ، كمان زي ما حكينا قلة التباعد الاجتماعي اللي موجود، قلة التواصل اللي موجودة، عدم وجود الطفل في بيئات اجتماعية، التواصل الموجود، كتير من الناس اللي موجودين هنا أو الناس عم بيشكوا أو اللي بيلاحظوا على طفلهم من علامات تأخر بتخليهم يشكوا ويفكروا إنه طفلهم، وأول إشي بيخطر في بالهم إني أنا خايفة، أنا ممكن إنه يعني طفلي يكون عنده توحد. طيب السؤال الرئيسي، إيش الفرق بين التأخر النمائي؟ أنت كولي أمر لازم تكون جداً واعي علشان تعرف لما تودي طفلك لأخصائي إيش الإشي اللي أنت بتبحث عنه. هل التأخر النمائي والتوحد وصعوبات التعلم نفس الإشي؟ إيش الفرق بيناتها؟ أنت فعلياً أنا أخاف، إيش الإشي اللي ممكنها؟ أول إشي، أول نقطة بقدر أحكيها، أنت كولي أمر أول خطوة مطلوبة منك إنك أنت لما تعرف وتشوف الخصائص النمائية تبع طفلك وتشوف إنه في مشكلة عند طفلك، أول إشي لازم نوصله إنه أنا أحط في بالي إني أنا لازم أتقبل طفلي إيش مكان الشكل النهائي اللي رح يكون عليه. إذا طفلي كان عنده مشكلة وإنها رح تكون توحد ولا عنده صعوبات تعلم ولا طفلي عنده تأخر نمائي ولا طفلي طبيعي، هو طفل، هذه الهبة اللي رب العالمين أعطاك إياها لازم أنت تحافظ عليها ولازم تتقبلها بكل ما فيها وكل ما عندها. فأول إشي النصيحة إنه أعطوا حالكم فرصة إنه ما تنكري، عادي إنه أنا طفلي ما عم يحكي، عادي إنه أنا طفلي ما عم بيأشر، ما بحكي لك إنه عادي من ناحية إنه هو عادي خلص يعني سبيه، لا أنا عم بحكي إنه هو خليني أتقبل إنه أنا طفلي هاي مهارته، هاي قدرته، هاي سعته، هاي الكباسيتي تبعته، تقبلي هذا الشيء، أعطي هذا الشيء فرصة عشان تقدري تشتغلي مع الطفل وتطوريه. ما في حدا قادر إنه يقدم لك المساعدة إليك ولا طفلك زي ما أنت بتقدري إنك تقدميها لطفلك، أنت كأم أو كأب أنتوا الأشخاص الأساسيين في حياته، فلابد إنك أنت تعرفي وتتعلمي وإنك تاخدي لحالك الفرص إنك تقدري إنك تساعدي طفلك. هل أنا بحتاج لأخصائي؟ طبعاً رح تحتاج لأخصائي، ما بنقدر إيد واحدة لحالها ما بتسقف. إحنا لازم نكون موجودين مع الأطفال، لازم نقدم لهم دعم، لازم يكون في أخصائيين يساعدونا، لكن الفكرة الأساسية من البداية أنا أتقبل الإشي اللي أنا مقدمة عليه وأعرف كيف بدي أشتغل مع طفلي. كثير من الأطفال شايفين في أول 3 سنوات في حياة الطفل المشاكل اللي بيعاني منها الطفل، إحنا كأخصائيين نحكي عنها وبنسميها تأخر نمائي. إيش المعنى أو المقصود في التأخر النمائي؟ شفتوا معدل النمو؟ شفتي؟ حرجع معاكي هوني على الخصائص النمائية. لو حكينا إنه أنا الطفل عندي في عمر 3 سنوات لـ4 سنوات ما بيقوم بنسخ دائرة أو ما بيرتدي ملابسه بشكل جيد باستثناء الأزرار والأربطة، ما بيعد إلى الرقم 10 وما بيميز الألوان، هل ابني عنده مشكلة؟
هل ابني عنده توحد؟ هل ابني عنده صعوبات تعلم؟ هل ابني عنده تخلف؟ آسفة جداً، وفي كتير في بالمدارس وفي الحضانات وفي رياض الأطفال بنوصم الطفل وبنعمله ليبلينج للطفل وبنقولك طفلك عنده مشكلة. أنت طفلك عنده تأخر نمائي development delay، ما بنحكي عنها أي شيء تاني. الفكرة إنه أنا طفلك مفترض إنه هو في هذا العمر يحقق 1 2 3، إذا ما حقق 1 2 3 هذا بنسميه تأخر نمائي، وهذا الإشي طبيعي جداً في أول 5 سنوات من حياة الطفل، لأنه زي ما حكيت قبل شوية بتعتمد على بيئة الطفل، على الوقت النوعي اللي بنقضيه مع الطفل، على الأنشطة اللي بنقدمها للطفل، الظروف الحياتية اللي موجودة حوالينا وحوالين الطفل. فالأطفال هلأ مثلاً في حالة الكوفيد-19 كثير من الأطفال هم عندهم مشكلة التأخر النمائي بسبب ما في وجود الأنشطة الحياتية والنوعية اللي كانت تنعمل معاهم انقطعت، فبالتالي صار عندهم تأخر عن الأشياء والمهارات اللي كانوا ممكن يكتسبوها. لكن لا يعني كل تأخر نمائي إنه الطفل عنده مشكلة أو إنه إحنا لازم نوصمه إنه هو عنده طفل توحد أو توحد، إنه ابنك عنده مشكلة. لا لا، أنت ابنك ما عم بحكي، ما عم بتواصل بصري معي، طب أنا طفلي ما بحب الناس، عادي تفضيل، تفضيلات اجتماعية، بيقدر يتواصل، بتواصل معنا جيد، بتواصل مع الناس لهذا، لكن انت كشخص غريب اول مرة يشوفك هو مو قادر يتواصل معك، فانك انت لا تحكم على الطفل بهاي الطريقة. فهذا التأخر النمائي. طب ايش التوحد؟ يا جماعة التوحد لا يظهر ولا يشخص عالميا، وين ما رحتي عند اي منظمة، في منظمة الصحة العالمية وفي عالميا والطفولة، دائما بنحكي التوحد لا يشخص، ما بنقدر نعطي وصف او تشخيص لطفل انه هو الطفل متوحد او عنده توحد قبل عمر 3 سنوات ونصف. تذكروا في بداية الويبينار حكيت لكم الكائن الاجتماعي، والطفل قبل 4 سنوات هو مش كائن اجتماعي. التوحد المؤشرات تدل عليه ممكن تدل على تأخر نمائي في مجالات اخرى، لكن لا تشترط وجود التوحد عند الطفل. التوحد هي عملية، الإشي اللي بيكون عند الطفل هو في نوع من البروتين، بعض التفسيرات له إنه نوع من البروتين في الدماغ ناقص. في نظرية اسمها النظرية الاجتماعية أو اللي هي العقل، نظرية العقل، هاي نظرية العقل بتقول إنه هو الطفل ما بتكون عنده العقل الاجتماعي قبل 4 سنوات، فهو لا يستطيع أن يفكر بما يفكر به الآخرون. يعني الطفل ما بتوقع إيش أنت بدك تعمل، فعلشان هيك هو ما بيعرف يعطي ردة فعل مناسبة. على 4 سنوات بيستطيع الطفل انه هو يتوقع مثلا اذا شافك حامل اشياء، يعني هاي انتو بسيطة، احنا ككبار اذا شفتي حدا حامل اشي تتوقع انه هو بده مساعدة اذا معه اشياء كتير من غير ما يطلب منك مساعدة. الاطفال الصغار اذا ما طلبتي منهم ما بيقدروا يقدموا لك، لانه هو هذه الحدود تبعتهم، هذه نظرية. هلا هاي النمو، نمو هاي الجزء عند الانسان بنمو مفروض على عمر 4 سنوات، اذا ما نمت على عمر 4 سنوات هاي بتعطينا مؤشر انه في مشكله توحد. قبل شويه اشرت لفكره الحساسيه الزائده نحو الاصوات والاضاءه، نحو الاشياء الحسيه والسنسوري سيستم، بعض منها ممكن انها تكون برضه مؤشر لفكره انه انا توحد الطفل. ليس كل عدم قدرة التواصل عند الطفل يعني هي توحد، هي ممكن تأخر نمائي في عملية التواصل، ممكن بشوية أنشطة مع الطفل أقدر أرجع الطفل للمستوى الطبيعي، لكن ما تهمليها، اشتغلي عليها، قدمي أنشطة للطفل علشان تقدري أنك تساعدي يوصل لهاي النقطة. طب شو صعوبات التعلم؟ صعوبات التعلم صعوبات التعلم إلها دخل بشكل كبير بفكرة مصطفى سيدنا محمد اللي هي البطء في إنجاز المهمات. ممكن تكون إلها عسر في القراءة مثل الديسلكسيا اللي هو إشي جيني، استعداد داخلي ما حدا بيعرف سببه، اللي هي فكرة إنه الأطفال بيشوفوا الأحرف بشكل بتتحرك ما بيقدر يشوفوها على السطر، فبصير في صعوبة في تكوين الأحرف، أو بيشوفوها بشكل مرآة معكوسة فعقلهم بيشوف الأشياء بصورة مختلفة. هاي الفروقات هي اللي بتخلينا نقدر إنه إحنا نعرف كيف نشتغل مع الأطفال وإمتى نحتاج الدعم للأطفال.
دورك أنت كأولياء أمور في البداية إذا أنت وجدت عندك هاي المخاوف والقلق، أول إشي استشير الطبيب تبعكم. بعد الطبيب ممكن تروح لأخصائي، في كتير أدوات واختبارات تقييمية شاملة ممكن إنها تتقدم للطفل بإشراف الأخصائيين ويعطوكم تقرير لنمو الأطفال، لكن دائماً دائماً دوركم الأساسي إنكم أنتوا تهيئوا الطفل وتقدموا لهم الدعم من خلال الأنشطة اللي ممكن تقوموا فيها مع الأطفال في المجالات النمائية المختلفة. إحنا في عنا هون كنت بعرض عليكم فكرة لفكرة إنه هاي من الحقائب العملية لأولياء الأمور ممكن تطبقوها مع طفلكم في من خلال وجودكم لأول 5 سنوات أو في وجودك في البيت، عبارة عن مجموعة من الأنشطة اللي ممكن إنها تساعد الطفل على تنمية التوقعات النمائية المطلوبة منه بالنسبة للمرحلة العمرية وحسب المجال اللي هو موجود فيه. فحتى في الناحية اللغوية مثلاً كيف ممكن يرتب الطفل الصور والأشياء تبدأ بنفس الحرف المجموعات، كلها أنشطة نوعية ممكن تشتغلي أنت مع الطفل عليها علشان تطوريها. هاي الأنشطة بتخدم المجالات النمائية 7 اللي موجودة أمامك، لو اشتغلت مع الطفل على أساسها أنت بتضمني أنه طفلك أنه يرجع يستمر في المجال اللي هو موجود فيه وتحاولي تحلي مشاكل التأخر اللي موجودة عنده. كلها هاي أمثلة عن فكرة كيف ممكن إنك تشتغلي مع الطفل. هاي الأنشطة موجودة عندكم. رح أفتح مجال سريع للأسئلة، فإذا ممكن إنكم تعطوني الأسئلة اللي موجودة عندكم تحطوها في التشات أو من خلال أسئلة أو تعملي رفع لإيدك بنفتح لك المايك دايركت. ممكن نسمع الأسئلة تبعتكم على التشات إذا في حدا عنده أي سؤال أو على الأسئلة والأجوبة. أعطيكم بس دقيقتين نسمع الأسئلة إذا في أي حدا عنده أي سؤال. أوكي، إذا هيك خلينا ما في عندنا أسئلة، خلينا نحكي لكم إنه شكراً لكم وشكراً لاستماعكم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. إن شاء الله المرة الجاية إنه رح يكون يوم السبت القادم أو اللي وراء بيوصلكم إعلان، ممكن تفوتوا على الموقع وتشوفوا إيش التواريخ اللي موجودة إنه كيف ممكن إنك تنشأ طفلك بصورة على الثقة بالنفس والتقدير الذاتي العالي. شكراً لكم. Thank you أنستازيا. We done. Thank you.